حماية هاتفك، امضغيها ثم ابتلعيها. هل تحبين شكل هذا الشيء لدرجة أنك تريدين التهامه؟ كلا، لقد حصلت على حماية هاتف قابلة للأكل. كيف؟ شاهدي الفيديو لتعرفي. الفتيات مندمجات في شيء ما، هل هذه كرة قدم أو هوكي؟ لا، إنه مجرد جيلي على شكل حماية هاتف. سنحتاج إلى حماية من السيليكون. فكي عجلة الجيلي بألوان مختلفة لتصبح شرائح رقيقة. لفي الشرائح حول حماية السيليكون باستخدام غراء الطعام. اصنعي خطوط المتاهة داخل الإطار باستخدام أحبال الجيلي. ضعي كرة حلوى صغيرة داخل المتاهة وحاولي إيجاد طريق. الفتيات مندمجات في اللعبة، من سيجد المخرج أولاً؟ اللعبة تزداد صعوبة، من الجيد أن غطاء الهاتف صالح للأكل. دولي يائست لدرجة أنها أكلت الطريق المسدود. هذا ليس عدلاً، ولكن دولي لا تكترث، نحن نأكل كل الطرق واحداً تلو الآخر. لم يعد هناك أي طرق مسدودة أمام الكرة، حتى الكرة لم تعد موجودة. أنا وصديقتي نتسابق للحصول على أوريو. دولي هي الأكثر حظاً، لقد سبق وحصلت على طبق الكوكيز ذات الشعر الأحمر تطاردها. 1، 2، 3، تجمدي، إنها تعمل. والآن التقط صورة لتوثيق لحظة الفوز بهاتف الأوريو. أضيفي صبغة الطعام لعجينة الفوندانت وعجنيها. قسميها إلى جزئين، ثم رشي القليل من النشا على لوح طعام وافردي العجينة لتناسب حجم هاتفك. غطي الهاتف بلفائف بلاستيكية وضعي العجينة عليها. ضعي غطاء هاتف آخر لقص فتحة الكاميرا. اقلبي الهاتف وقصي الزوائد. أخرجي حشوة بسكويت الأوريو. اصنعي طبقة رقيقة من حشوة البسكويت على العجينة. ملس الأطراف باستخدام سكين. اطبعي شكل بسكويت الأوريو. اصنعي نسخة طبق الأصل من الشكل. ضعي قطعة من البلاستيك الشفاف فوقها. املئي كل الفراغات في الشكل بالغراء الساخن، ثم لفي النصف الثاني من العجينة. قصيه بنفس حجم الحماية وقصي فتحة الكاميرا. ضعي العجينة على قالب الأوريو عندما يجف الغراء، واضغطي للحصول على قالب الأوريو. إلصقي الشكل على حماية الحلوى باستخدام حشوة الأوريو، ولونيها بصبغة الطعام. سألتقط بعض الصور الرائعة، ستشعر صديقتي بالسعادة بعد رؤيتها. هل تريدين ذلك؟ تحركي! سأعطيها الهاتف، ولكن آخر شيء علي فعله هو أخذ قضمة الحماية قابلة للأكل ذات الشعر الأحمر. تحصل على حماية لذيذة وبسكويت عصفورين بحجر. سماعات الأذن دائماً تفلت من أذان الفتيات. دولي تبدأ بالرقص، ولكن السماعات تفسد الحفلة. ماذا عليها أن تفعل؟ لديها فكرة، دعونا نستخدم علكة الفقاعات. قصي الملصق من علبة هابا بابا بحذر. أخرجي علكة الفقاعات. اصنعي ثقبين متقابلين باستخدام المخرز الساخن. وصلي قاب السماعات الأذن داخل الحاوية من خلال الفتحة العلوية. لفي السلك حول علكة الفقاعات، ثم أدخلي القابس في الفتحة السفلية. تم حل مشكلة سماعات الأذن الآن. هابا بابا لن تجعلها تسقط. ضعي الهاتف في جيبك وسماعات الأذن في أذنيك وعلكة الفقاعات في فمك، واصنعي أكبر عدد من الفقاعات وأنت تستمعين لموسيقك. دولي تستمتع بحلوى غزل البنات وذات الشعر الأحمر على هاتفها. خذي استراحة لتناول وجبة خفيفة، ولكن باستطاعتها الاستمتاع بالحلوى دون أخذ أي استراحة. فقط تقلب الهاتف وتأكل قضمة من قبضة الهاتف. ضعي قطرة من صبغة الطعام على الفوندانت وعجنيها. قسميها إلى جزئين، شكلي الجزء الأول على شكل اسطوانة وشكلي الآخر على شكل دائرة. أضيفي الرشات الملونة على الدائرة واجعلي حواف الاسطوانة أوسع. ضعي ماء على السطح والصقي الدائرة لتصنع مثل غطاء الفطر.
استخدم الماء لإلصاق القبضة إلى حماية هاتف السيليكون. يا له من اكسسوار هاتف رائع! افعلي ما تشائين، امسكي الهاتف بها او حتى اقضمي منها. اصبحت حلوى غزل البنات شيء تقليدي، تلون لسانها بالازرق فحسب، اما هذه القبضة مختلفة تماما. دولي تعشق لعبة تتريس، انها جاهزة لتحويل اي شيء حولها. انها تحول الزجاجات ليصبح شكلها افضل. يمكنها قلب صديقتها لتناسب الديكور أكثر، ولكن الفتاة ذات الشعر الأحمر لا تحب ذلك. إذا كانت دولي تحب لعبة تتريس، سنصنع لها حماية تتريس لهاتفها. اصنعي شكل تتريس باستخدام حلوى الفروتيلا الملونة. الصقيها إلى حماية الهاتف. افتحي الحلوى واقطعي الزوائد. أعيديها إلى المجموعة. ألصقي بعضاً من هذه القطع حول الكاميرا. دولي أحبت هذه الحماية، إنها تستطيع أكل واحدة تلو الأخرى ووضع الحلوى في فمها من زاوية ممتازة. لنأكل الحلوى احتفالاً. لقد رتبت وصديقتي موعداً، ولكنها دائماً تتأخر. من الرائع أني أملك حماية الحلوى هذه، على الأقل لن أشعر بالجوع. اقطعي 6 قطع حلوى من العلبة. اقطعي جزء من الصندوق لتناسب حجم الحلوى، ثم الصقي إطار الصندوق. قصي غطاء من الصندوق الكبير. اطبعي ملصق صغير والصقيه. الصقي العلبة الصغيرة على حماية الهاتف. والآن أنا أخرج الحلوى من حماية هاتفي. لن أشعر بمرور الوقت مع هذه الحلوى، خاصة أن صديقتي تأخرت لنصف ساعة. لابد أنها تنتظرني في مكان آخر. أكل قطعة حلوى أخرى لأهدأ. يقولون أن السكر يهدئ أعصابك. أكلت كل الصندوق لأهدأ. لا يوجد سوى هذه القطعة فقط، وها هي صديقتي تأتي. من المؤسف أن لديها هذه. قطعة واحدة لذيذة. المتأخرون لن ينالوا نصيباً كبيراً. صديقتي لديها وعاء كبير من الفشار. مسابقة الفشار ستبدأ الآن. بالتأكيد نعلم كل الطرق الطريفة لأكله، ولكن هذه المرة الأولى التي نرى فيها فشار على الهاتف. قصي الذرة إلى نصفين. قصي الحبات وذوبي الجيلاتين في ماء للحصول على غراء كثيف. الصقي الثمرة إلى الهاتف. الصقي بعضاً من الذرة في الجزء السفلي. استخدمي خليط الجيلاتين مرة أخرى. خذي القليل من حبات الذرة وضعي الفشار بدلاً منها. هذه الحماية لم تسخن بطريقة صحيحة. نصف الذرة ليست جاهزة بعد، ولكن ذلك لن يمنعنا بالاستمتاع بهذه الوجبة الخفيفة. ستبدأ الحرب على حماية الذرة. ذات الشعر الأحمر تأكل الذرة. احذري من أن تأكلي الهاتف. هناك طبق فواكه على الطاولة. لنرى ماذا يوجد هنا. برتقال، كمثرى، وتفاحة مسطحة. أوه لا، إنها حماية التفاح للهاتف. غطي هاتفك بغلاف بلاستيكي. لفي عجينة فوندانت البيضاء وضعيها على الهاتف. استخدمي مصاصة شرب لصنع علامة الأسنان عليها. قصي طبقة من الفوندانت لتشكيل آثار أكل، وشكلي الجزء السفلي من التفاحة. اصنعي ثقب في الأسفل باستخدام نكاشة الأسنان. قصي فتحة الكاميرا، ثم قصي الزوائد. اصنعي ثقوب الوصلات. لوني الحماية بصبغات طعام مختلفة. لوني الجزء المثقوب بالأصفر، والباقي لونيه بالأحمر. خذي ساقاً من تفاحة حقيقية وألصقيها لهذه التفاحة بغراء الطعام. إن حماية التفاحة هذه رائعة ومشرقة، كما أن رائحتها شهية. هذه فوندانت. أصبت التخمين. أستطيع أن أستمتع بوجبة خفيفة بسهولة. تناولي قضمة بينما تتصفحين مواقع التواصل. هل أحببت أفكار حمايات الهاتف الصالحة للأكل؟ إذن اكتبي لنا في التعليقات أي من الحمايات تريدين، التفاحة، الفشار أم الأوريو؟ ولا تنسي الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة والنقر على إشارة الجرس لتصلك كل الأفكار الجديدة على قناة ترام ترام.